يمي، خبر حلو. تتذكري الشاب اللي كنت التقي فيه من زمان؟ اللي شفته أكتر من مرة، أبوه عامل اختبار لينقي له عروس. يلي اشترى لك الشنتاية نفسه؟ لا تقولي مو هذا اللي ما شالك من أرضك؟ وشو العروس يلي بده إياها؟ شلون عم بيختار؟ عامل له مسابقة. مسابقة؟ إيه مثل تبع التلفزيون. شفتي هدول البرامج اللي بيعملوا مسابقات للرقص أو للطبخ وبيختاروا واحد بالآخر؟ يعني هيك رح يكون الجو. شو هالمسخرة؟ يعني هو هلأ بده يختار وحدة عم ترقص وتطبخ وتغني؟ لك لا مو هيك الموضوع، رح يكون في 5 امتحانات. 5 كمان؟ لا عن جد هالعيلة عجيبة غريبة وصعب تفهمي شو بده. وشو بده بهالاختبار؟ ليش ما بيختار عروس وحدة وخلصنا؟ وانتي أصلاً ليش متفائلة؟ أساساً ما لازم تقبلي تشتركي، مو حلوة بحقك. بس حلوة الفكرة. يعني شو فيها حلو؟ عن جد بدك تروحي؟ ايه استحي على حالك، إذا هو ما شالك من أرضك وانتي مانك شاطرة بشغلة المسابقات رح ترسبي بأول امتحان. لا أمي ماني غبية كل هالقد. نقلعي من وشي وليه؟ حاضر. أوه تعا شوف، صاروا متقدمين أكتر من 40 عروس. عن جد ماني عم صدق عيوني. أول ما نزلت صورة واحدة لسانجنام ونزلت شوية صور للبيت عندي والكل صار يحط لايكات، ولقوا في واحدة منهم لك مع الدكتوراه. مو حاسس على حالك قديش طالع سخيف بهالفكرة هي؟ شو رأيك إنه بالصين الناس الأغنياء بيعملوا نفس هي الطريقة ليختاروا عروس لأولادهم؟ وإذا مو مصدق افتح شوف على جوجل. بس الناس المجانين ممكن يعملوا هيك. أنت شكلك جنيت ومشي الحال، وهدول البنات لو ما كانوا مجانين كمان ما بيقبلوا هالشي. لك مين بيتجوز بهالطريقة؟ معقول لهالدرجة مو فارقة معك النتيجة؟ لا لا النتيجة مضمونة. والله إنك غريب. معقول مستقبل ابنك صار تسلاي عندك؟ ولك تشوي كبار بقى. انسى، أنا ما بتراجع عن قراري أبدا. بكرة منشوف مين فينا اللي رح يضحك بالآخر. ألو أهلا وسهلا. أهلين شو أخبارك؟ إيه شفته أول مبارح. لك شو هذا يا شغلة عظيمة. إيه إيه يلا جاي لعندك فورا. معقولة؟ طلع عن جد الموضوع؟ كيف يعني؟ شو هالجنان؟ للأسف أبوك بلش يتغابى وإنت لازم تلاقي حل فورا. القصة مو مسحة. قصدك افتح مع الموضوع؟ هذا الحل الوحيد هلأ. مو معقول. شو بدي إلا لك؟ والله بخجل حتى أطرح عليها هيك فكرة. إذا بدها تتجوزك لازم تشارك بالمسابقة، ونحن شو منقدر منساعدها. إنت إلا هيك مضطرين نعمل هيك لنخلص من القصة. أبوك لهلأ خبص كتير وما رح يصمد أكتر. بتعرف طبعه مستحيل يتراجع لو شو ما صار، وإنت عنيد كمان. حتى إنت عنيد أكتر منه أصلاً. وينك؟ أنا بارس رفيقتي، قلي في شي؟ طيب ماشي، بركي بس تخلصي مر لعندك. يمكن اتأخر شوي، أمي عاملة كيمتشي اليوم وما قدرت ساعدها، لهيك يمكن كون مشغولة بالبيت. عاملين كيمتشي؟ ايه ومين جونج عم يساعد أمي. طيب خير. مين جونج دقلي هاي؟ شف لي بدها ملح؟ شو وضعها؟ والله ما أبين معي، بدي واحدة كمان لقرر. والله ناقص ملح لكان. إيه دوق هاي. شو قلي؟ حاسة الملح قليل وما بدي هون يطلعوا حلوين. بدوق كمان. كمان بدك تدوق؟ وأخيراً نام الصغير هلأ. شكله يئس لما لقانا مشغولين. والله محتارة، مو قدراني أعرف إذا الأكل مالح ولا لا. عادي كل اللي بعمرك بصيروا هيك، لما بتخطيري ما عاد فيكي تركزي بشي. مين جونك ناطر وفاتح تمه على الآخر. قولي والله نسيتك. وهلأ زيدها صلصة سمك ولا منيحة؟ ممتازة. مو معقول شو طيبة، من أول لقمة حبيتها بس كان بدي أكل أكتر. يلا منيح اللي حبيتها، هيك يعني مو ناقصة شي. هات هدول خليني أخلطهم. يلا يعطيكم العافية. الله يعافيك. أهلين وسهلين. سمعت إنكم عاملين كيمتشي، ليه ما خبرتوني لساعدكم؟ أنا قوي بهالشغلة. الشغلة مو بس بالقوة،
جبت معي فواكه واثنين كيلو لحمة. هذا الكلام اللي بدي اسمعه، لحمة وكمان شي أطيب أكلة. وعلى قولة المثل إذا كنت ذكي ما رح تجوع أبدا. هذا الحكي الصحيح، أنت واحد ذكي وما رح تموت من الجوع مثلي. منيح اللي إجيت، غسل إيدك بالأول وتعا ساعدنا. يلا. أهم شي تكون المكونات نظيفة وتازة، إذا الخس منيح فالكيمتشي منيحة. صحيح. وإذا الفجل ظريف بتطلع الكيمتشي ممتازة، الفجل المتبل بيعطي نكهة طيبة. وكل ما خلطت المواد منيح كل ما النكهة تغيرت والمواد صاروا ياخذوا من بعضهم. أنت كتير بتخلطيهم؟ إيه معلوم، الخلط سر الكيمتشي. خذوا، خلطوا معن شوية بصل أخضر، هيك مثل ما هو، يعني ما تقطعوه. يلا، هيك بتصير طيبة مع الرز. إيه. وين صرتوا طمنوني؟ خلصنا، هاي آخر وجبة ومنكون خالصين. إيه منيح. مرت عمي، في خس ملح بالسوق، ليش ما بتشتري منه؟ لأنه أحسن تملحهم بالبيت. بس كتير مطلوب، أنا كل يوم عم وصل منه على البيوت. الغريب إنه ما بيكتبوا على العلبة خس مالح، بيكتبوا أجود أنواع الخس المخلل، مع إنه الخس إذا بيتخلل بينتزع. معناها منيح اللي ما كتبوا خس مقلي. شو يا أنجيوم، أكيد أنت كتير مبسوطة، هاي سهولتك الاثنين عم يشتغلوا كل شيء مثل ما بدك وأحسن. والله كتير مبسوطة، حاسة مثل كأنه في عندي كناين وفرحانة فيه. شعور حلو الوحدة يكون عندها كناين يريحوها من كل شيء، وأنا عندي صهرة أحسن منهم كلهم. مرت عمي، كأنه كنتك تأخرت علينا اليوم وأنا فايقة من طلوع الضو. أيوة، بلشي تقبريني، شو فايقك من طلوع الضو؟ يا ريت مستوى الأهبل سيدال هون، كانت كملت المسرحية معكم. ما لقيتي غير هالأجدى بيساعدهم؟ لا تجيبي سيرته قدامي. إذا بتفكر تتصل بالشرطة أو بتجيب سيرة لحدا، بتعرف شو راح يصير فيك. لك يا ضرب حظي أنا شو زفت. سان جيونغ، كتير آسف، خلصنا الكيمتشي من شوي وصارت معنا شغلة أخرتنا. ما بطول، راح أتعشى وجي. إيه على مهلك، خد وقتك. أنا من شوي إجيت وقلت لها لمين سونغ تروح، وأبوك منيح وغفي من شوي، لهيك ما في لزوم تجي فورا. اسمعني، فيك تجيب له معك شوية فواكه؟ ماشي، يلا بشوفك. خذ. طيب يعطيكم العافية، الطعم ممتازة. مزبوط، يسلموا إيديك. شكرا. هالسنة كتير ناشحين، من زمان ما أكلت هيك أكلة طيبة يا أمي. معلوم، قلي شكرا لأنه كل هذا بفضلي. بتعرفي أنت صاحبة الفضل؟ إيه، لا نقي ما اشتغلتوهن منيح. واضح إنك تعبانة كتير اليوم. مو أنا لوحدي، لولا مساعدة مين جونغ ما خلصنا. وبعدين إجا سانك نام ووفر علينا وقت كتير كمان. أنا ما ساويت شي اللي أكلها مين جونغ. ومين جونغ شو بيعرف يساوي؟ ساوى كتير شغلات، هو أكتر واحد اشتغل اليوم، اشتغل معي وحملني على ظهره كمان. شو قالوا لك بالمشفى، في شي مو منيح؟ أهم شي إني وصلت بسرعة، يعني لو تأخرت أكتر كان التهاب الحرق. هلأ بعد كم يوم بتحسن. والله برافو عليك، انت كيف حملت على ظهرك؟ عم يجعك ظهرك؟ شو تفضلت؟ إذا بتعرف الجواب ليش لا تحرجه؟ إيه أنا سمينة، شو يعني؟ عم شدينك عصر ولا إيه مين يحملك على ظهره ونركوت؟ خليوني عوضولي التعب اللي تعبته، الشغل اللي اشتغلته وقت عرس مين جوك والسيدال بيقطع الظهر والله. لك لازم تدرب من هلأ، رح يجي دورك بعدين. وأنا جاهز. يا حسرة ما عندي ولو صهر واحد. أخ يا 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 يا. تكرمي، أنا بحملك على ظهري. لا بلاها، هلأ بيوجعك ظهرك معقول؟ ليك والفصعون إليك، من كل عالة خافت عليه تقول وزني شي 100 كيلو. والله شكا رفيكي بده يحملني على ظهره هلأ. قومي قومي بالك. يلا يلا قومي ارفع. ايوه. تتدش وزنك 30 كيلو؟ روح. يلا. لو هوباك قدرت تجي كانت انبسطت كتير، يا ريت اجت هي والولاد. قال حضرته ما معه مصاري وما عم يرد علينا. انت شو عم تقول؟ شكله مانو مهتم اذا ضليتي عايشه او متي،
بهالحالة صار وجوده برا خطر علينا. يعني شو ناوي تساوي؟ قلي. مرحبا يا جماعة. أهلين. أهلين سيدال، تفضل. ما توقعتك تبين اليوم، بس حظك حلو اجيت على العشاء. عرفت إنه هوباك عنده رحلة عمل؟ طبعا عرفت من زمان وبعرف شغلات أكثر من هيك. إذا مانك متعشي اقعد كل، ماما عملت كيمتشي اليوم. لا شكرا ماني جوعان. باينتو ما حدا منكم قلقانة وفارقة معه. خير عن شو عم تحكي؟ لا تكون جاي لهون لتتجسس علينا. شبك ليش واقف؟ تعال اقعد. لا لا معلش، بس انا مقهور لاني الوحيد بيناتكم اللي قلقان. انت عن شو عم تحكي وليش مقهور؟ اه؟ كمل اكلك ولا تتدخل. شكلي ما رح استفيد منكم. ولا فيني احكي شي عن هيك موضوع. خليني امشي احسن. لك شو هالمجنون؟ شو صار له؟ استنى شوي. خير شو القصة؟ ليش ما قعدت معنا وتعشيت؟ ها؟ لأنه ما في عندي وقت لأقعد واتسلى أبدا. هوباك هلا يا عمي. ولا تجيب سيرة لحدا وإلا. نعم على هالجنانات. شو قلت؟ أنا مو هام من شي أصلا. هي مو مسؤوليتي وأنا ما دخلني. أنا مو أبوها على كل حال. خير بابا، شو قال سيدال؟ والله ما فهمت، مدري شو كان عم يخبص بالحكي وراح فورا. لا هذا جنع الخالص، اصلا هي عوايده. قوم باك احكي، ليكونوا متخانقين. لا ما بظن، اصلا هي ما عم تشوفه ابدا لحتى يتخانقوا. ما بتعرف شو بده، هذا اجدب وكل ساعه برايي. بشو بقدر ساعدك؟ أنا؟ لا لا ولا شيء مشكور. فيك تفوت على المركز وتشوف الضابط. ماشي. سيدال. صار لي ساعة ناطرك، وينك لهلا؟ أنا ليش؟ مو اتفقنا أنا وياك نلتقي عند البوابة من ساعة؟ عن جد كنت فايت؟ والله انت مجنون وبتساويها. امشي يلا بالاذن. دخيلك لا تضرب، ببوس ايدك. حطوه هون. الشغله ما بدها ضرب، ببوس ايدك يا أمي. وين أنا؟ تركوني، شو بدكم مني؟ لك لك ما معي مصاري. أمي أمي. سيدال شو بك؟ رد علي سيدال. قوم بقى. لا فتح عيونك. نحكي أكيد. أهلين مين جونغ. معقول؟ مين هاد؟ هذا مديري، بيكون المدير المسؤول عني بالشركة. بعرفك على مين جونغ، زوجي. أهلين، شرفت بمعرفتك. أنا هيودال كاميدا. وأنا كمان، وشكراً لأنك وصلت. أهلا وسهلا. ولو ماشي، بشوفك بكرة. شكراً حضرة المدير. كأنه صغير هالمدير. ما مو شرط يكون المدير بآخر عمره. وين رايح؟ على المشفى. طيب أوكي. Thank you.
وينه أبي؟ طلع من شوي، قال بده يتمشى لحاله. كيف كانت الكيمتشي اليوم؟ اجت اليوم مهولة عنا، ما كنت عارفان ان رفيقة دايبك. لما سانغنام يتزوج جوانباك اكيد رح نكون انا وياك موجودين بالعرس، وبظن عادي لانه مرتك مفكرة اني الممرضة، ويمكن ما تنتبه لوجودك. ما بتدقق على هالامور، هي بس بتحب تشوف حالها ومفكرة انه هيك الاتيكيت. ابوك ما بقى يطول ليرجع. طيب ماشي، لازم اشكر ابوك لانه بسببه عم شوفك. تأخر الوقت وعذبتك معي. شكرا كثير على اللي عملته. شو عملت؟ كنت سهر حلو ومهضوم وساعدتهم بالكيمتشي اليوم، وجبت لنا لحمة كمان. كل هاد مو مستاهل. بيستاهل. ليك بدي اياك توعدني بشي. بشو؟ هذا الوعد مهم لمستقبلنا انا وياك. خلينا ما نصعب الامور على اهلنا قد ما بنقدر، وما نتوقع منهم شيء حتى ما ننصدم فيهم، لانه التوقعات بتضلها توقعات ومو شرط تكون مزبوطه بالواقع. هاي هي الحياه. اليوم هنن كتير حبوك، والمره الجايه رح ينطروك لتعمل الكيمتشي معهم. فهمت شو قصدي ولا لا؟ ايه، وانا بحب كون معهم. انت لساتك جديد على تجربه بيت الاحمر، بس أنا عندي صورة اثنين وبعرف قديش بيعانوا أحياناً من هيك قصة. إذا بدك تكون مرتاح من البداية حدد علاقتك معهم، ومنيجي على حالنا بالأول مشان نكون مرتاحين بحياتنا معهم بعدين. الناس بيقولوا إنه السهر مثل الإبن، بس أنا ما بصدق إنه بيصير هيك بسهولة، لأنه ما في حدا مثل الإبن. مثل عليهم شوي مشان تكسبهم. لا تضحك، أنا صار عندي تجربة وبعرف شو عم أحكي. حاضر أنيسة، أم تجربة تأمريني بشي تاني غيره؟ وهلأ صار وقت المفاجأة. سانك يعني بس هي؟ خفت عليك وقت حملت تيتي على ظهرك، والله ما كنت مجبور. لا تكوني خايفة من إنه ليلة العرس ما أقدر أحمله. لا لا، مو هيك مو هيك. يا الله شو مبسوطة معك، شو بكون مرتاحة وأنا جنبك. شو بدي قلك، شفتي هدول المسابقات تبع الزواج؟ شو هدول؟ مسابقة للعروس. على أي قناة بيطلعوا؟ ما شفت شي. مو هالتلفزيون، مسابقة بالواقع، يعني بيعملوا امتحانات ليختاروا العروس. مو أحسن لهم يختاروا وحدة على الكتالوج؟ ايه. شو هالحكي الفاضي هاد؟ مين الأهبل اللي بيساوي هيك؟ أنا بعرف المسابقات بتصير على التلفزيون، بس مين بيختار كنتو وبيرضى يزوج ابنه بهالطريقة هاي؟ أكيد هدول عالم مجانين وبلا مخ. الزواج مو لعبة وتسلاية لهالعالم الفقر. لا تسردي، لأنه الموضوع مو سهل علي، لأنه أبي ساواها. شو؟ الموضوع صار جدي بالنسبة له، مصر أنه هيك يختار العروس. بعرف أنه جاني، ولأنه متضايق مني مفكر يعاقبني بهي الطريقة، حطني بموقف كتير محرج ومو عارفان شو ساوي. ما عم صدق أني قلت لك هالشي، انسي الموضوع. استنى، إذا عن جد هيك أبوك بده أنا قبلانه، هو قاصد يحرجني بهيك شيء. يعني شو رح تساوي؟ رح أدخل المسابقة. شو؟ بس بدي إياك توعدني هلأ بشغلة وحدة. شو ما بدك؟ بعد ما نتزوج بدي تكون بصفي دائماً. وأنا بوعدك، وشكراً لأنك ما رح توقفي بوشه. إذا بتسيري أبي شوي بوعدك أني كون أحسن زوج بالدنيا. شو؟ موافقة؟
وليش مفاجئك الموضوع؟ مو هاد اللي انت بدك اياه؟ سان جيونغ شوفي، هي وافقت على الاختبار ورح تشترك فيه كمان. كنت متصور انه وقت تعرف رح تصير تبكي وتجي لعندي تتوسلي لألغي، مو توافق وتشترك فيه كمان. لا تعرف قديش هالبنت بتحبه لابنك ساند نام يا تشوي، تصور انها مستعدة تساوي اي شيء حتى ما تخسره وتكون معه. هذا الحكي المزبوط. بما انه البنت وافقت رح نساوي الاختبار لكان، والفائزة رح تكون مرت ابني. وهدول المشتركات. وبعتين لك سيرتهم الذاتية؟ ايه طبعا. وبعدين هلأ هدول 40 وحدة، فيك تنقي منهم 20 وحدة، شوفا على راحتك. يلي بيعجبوك حطهم بهالجهة، واللي لا حطهم هون. ما عجبتك؟ البنت حلوة وعجبتني. عجبتك مو؟ ايه؟ طلع فيهم كلهم بياخدوا العقل. وبتوقع انه هي البنت الوقحة رح تخسر بسهولة، ورح تصير تبكي وتتحسر لأنها وافقت على المسابقة. لهيك أنا بنصحك تقلها خليها تنسى هالموضوع وتروح تدور على واحد غيرك أحسن له. جوانباك قوية ورح تفوز. بعرف انها قوية لدرجة ان قوتها زايدة كتير عن حدها. واحدة وقحة عن جد. ليك أبي، جوانباك مو وقحة، لو سمحت. أنت ما بتعرف اللي أنا بعرفه، هي وحدة وقحة. وبعدين مو حلو اسمها، حدا بيسمي بنته جوانباك بهالأيام. سيدة الصحيت، انشغل بالي عليك كتير والله. نحن وين هلا؟ ما بعرف، بس شكله أبو. ما في فايدة، لا تحاول، بتتعب على الفاضي. كله بسببك أنتي، رح جن من وراكي هوباك. شوفي لوين وصلتينا بالآخر، نحن مرميين هون مثل الكلاب، ومتمني أعرف الأغبياء شو ملايين فيكي لحتى يخطفوكي هوباك. أنا آسفة. عن جد أنتي مو معقولة، رح يجوا الخاطفين هلأ ويفكوا لنا إيدينا المربطين ويقولوا لنا اطلعوا من هون، الله معكم. وكله لأنه حضرتك اعتذرتي؟ روق سيدال، وخلينا نفكر بهدوء إلا ما نوصل لطريقة طالعنا من هذا المحل. ما عاد بدي أسمع صوتك. لك من وقت اللي تعرفت عليكي ما شفت ولا يوم حلو بحياتي، ولما قررت أخلص منك وطلقك صرتي تماطلي بالموضوع وتأجليه لحتى صار اللي صار. كان لازم توقعي الأوراق دغري وما تأجليني. لك ها أنا مالي علاقة بهي المرة، اتركوني روح من هون دخيلكن وسوي اللي بدكن يا لك. أنا ما بيهمني حتى لو قتلتوها، نحن اطلعنا وما عاد في شي يربطني فيها، ليك حسبوها إلا أنا ما دخلني بشي. بوسي ديكن طالعوني، اتركوني روح من هون. اللي شو حكيت أنت ومرتك؟ مو مرتي هي، نحن اطلعنا، أنا ما إلي علاقة فيها، تركوني روح. أنا وياها ما عدنا متزوجين، وقعنا أوراق الطلاق من كم يوم، وما بقي علينا غير إنه نصدقهم بالمحكمة، وهي آخر شغلة مشتركة بيني وبينها، صدقوني. ولما نخلص هالموضوع رح أنساها للأبد. أنا كل هالعلاق ما بيهمني، ما بتطلعوا من هون لا تدفعوا 100,000 دولار. لك ما معي هذا المبلغ شبك. روق شوي، خلينا نفكر بحل الموضوع. حاج تقليلي روق بوسيدك. نحنا ما فينا نحل الموضوع وندفع هيك مبلغ، لهيك خلينا نطلب من أهلك. لا أصحك، لا تدخلهم بالموضوع. خايفة عليهم لهيك ما بدك تخبريهم؟ لعلمك هنن مو مهتمين، كانوا قاعدين وعم يضحكوا ولا فارق معهم غيابك. بعدين هنن طول عمرهم هيك ما بيهتموا فيكي ولا بيعملوا لك قيمة، فلشو لا تخافي عليهم وما تخبريهم بوضعك. آه خبريهم، خليهم يتدخلوا وخليني روح على بيتي ارتاح لأنه تعبت من هاي القصة كلها. سيدال خلي أهلي بعد، وعك تخبرهم بالموضوع. وأنا شو إلي ذنب بالقصة؟ ليش لحتى ضلني متوتر هيك وخايف إنه يساوي لي شيء وحضرتك يساوي لي شيء وحضرتك؟ لك أنت أبوكي نائب مديره له اسمه، وبيقدر بكل سهولة ياخد قرض من المدرسة أو من أي بنك، بس أنا ما حدا بيرضى يساعدني. إيه وما فيني أمن المبلغ. بعدين أبوكي بحبك هوباك ومستعد يساوي أي شيء لحتى يساعدك ويطلعك من هون بسرعة، ومعارفك داروا بيساعدوه، أما أنا ما عندي حدا.
ما فيك تطلب من مديرتك، هي غنية كتير وبتوقع تساعدك. لك حاجة؟ شو رأيك؟ منبيع الشقة؟ لا مستحيل وافق، ممكن واحد منا يضلوا عايش وبعدين الولاد وين بدهم يعيشوا؟ في عنا خيارات. منبيعهم من طلع من هاي الورطة. انت ما فيك تبيعها، انسى الموضوع، لأنها مكتوبة باسمنا، اثنيناتنا لازم نكون موجودين. لك شو هالجنان هاد؟ لك أكبر غلطة بحياتي كانت لما تزوجتك هوباك. يا ربي يا ربي. أنا في عندي اقتراح، واحد منكم بيروح ليأمن المصاري والتاني بيضل هون. أنا بروح وهي بتضل عندك. لا خليني أنا روح وخلي سيدال هون، أنا بجيب المبلغ كله. مستحيل، أنا اللي لازم روح لحتى حل القصة. تتركوني أنا روح، أساساً أنتوا خطفتوها إلى بالأول، أنا اللي لازم روح. أنا موافقة، خلوا سيدال يروح. شوف سيدال، روح انت هلا وجيب مصاري وخلصني. اسمع، معك لبكره المساء قبل غياب الشمس. يلا سيدال ارجع ارجع كرمالي، لا تخليني هون، حبي ارجع كرمالي، طلعني من هون. لو سمحتي، الحرق صعب وما فيني انتظر، الحروق ممكن تلتهب وتقيح، لو سمحتي داويها بسرعة. يلا بسرعة. مياو. انت شو عم تساوي هون؟ ما عم صدق انه الجوع بيخليك تساوي هيك حركات، ولا انت اي شيء بيزعجني بتساويه؟ عم حاول كون ودود وكون مثل ابنك. ايدك بوجعو. خلص بلا هالتودد، كسرتوا الجرة تبع تغسيل البندورة. انتوا الواحد ما بيعتمد عليكم بشغلة. لك شلون وقعتم مرح طاسس؟ مبسوط هلا نزعت كل الخسات؟ يلا عود كلك لقمة، ما بيسوى تضلك بلا أكل يا روحي. طمنيني، كيف صارت رجلك؟ أحسن بكتير، رحت بدلت لها الضماد اليوم الصبح، شوربة فول الصويا، ما قدرت أطبخ شي تاني، حسيت حالي تعبانة. يلا ذوقها. طيبة، يسلموا إيديك. يسلموا مشان مبارح، لأنك ساعدتني، براسك ميت هم وميت مشكلة، ومع هيك قلبك عم يضلوا علينا. دوق الشربة مع الرز. خير؟ شربت فول الصويا، بتذكرني بأمي الله يرحمها، كانت تقلي كل ما تبرد اشرب شوربة الصويا، وكل ما تشربها تذكرني. كانت تحبها، وخصوصي اللي فيها خس.
وهالشقربة هاي بتشبه شقربة أمي كتير وإلها نفس الطعمة. مشتاق لأمك ما هيك يا عمري؟ ليك لأقول لك شغلة، أنا أول ما تزوجت وإجيت لهون كنت ضلني فكر بأمي وضلني أبكي كل الوقت لأني مشتقت لها. هاي حال الدنيا حبيبي. شكرا كثير يا أمي. أنا اللي لازم أشكرك ولازم أعتذر منك كمان. أنا كنت كثير لئيمة وقاسية عليك، بس لما ركضت فيي على المشفى ندمت كثير على تعاملي معك بالماضي ووعيت على حالي. حسيت قديشني مقصرة معك، خوفك ولهفتك علي خلوني أحس إنك ابني بالفعل يا مين جونغ. ومن اليوم ورايح أنت صرت بمقام ابني الحقيقي. مين جونغ ابني حبيبي، ما غمضت لي عين الليلة الماضية وأنا عم فكر فيك، حاسة قلبي عم يتقطع من جوا ونار الندم عم تاكلني بسبب اللي عملته. بعرف اني مو منيحة مثل امك الله يرحمها، بس اعتبرني بمقامك. امسح صورة حماتك الشريرة من ذاكرتك واعتبر كأنك اول مرة بتلتقي فيني. بوعدك كون منيحة معك وما عاد زعلك بكل حياتي. بتمنى منك من كل قلبي انك تقدر تسامحني. من اليوم نحنا عائلة وحدة وما عاد يفرقنا شيء ابدا. خلينا نطوي الماضي البشع مين جونغ ونفتح صفحة جديدة بيناتنا يا عمري. شكرا ما عم نقدر نوصل لجوزك. بتعرفي شو معنى هالحكي؟ لا تقتلوني. بترجاكم لا تقتلوني. مو معقول موت بهالطريقة. مو عدل. والله مو عدل. طلعوني من هون. ماما أنا رايحة، بدك شي؟ لوين رايحة؟ هو أنا عندي كتير أبحاث ولهيك ما اضطر أغيب كم يوم. إمتى رح نلتقي بأبوه؟ هو رح يرتب الموضوع. إذا بدكن تتزوجوا السنة استعجلوا. لا تقلقي رح نحدد الموعد بس أرجع. حركوا بسرعة شوي لو سمحتوا، وقفوا بصفين قدامنا. يلا تحركوا بسرعة، انتوا اللي ورا. هاي انتي؟ شو اللي جابك لهون؟ وانتي كمان جاية؟ وليش لا؟ أنا اللي كنت عم زبطه بالأول جوانباك. بس معقولة انتي توافق تكوني واحدة من المشتركات؟
يا بنات هلا رح تطلعوا على الباص واحدة واحدة، ولحتى نوصل لمكان المسابقة لا تكشفوا أي معلومات عنكم، مفهوم؟ ولا تحكوا مع بعض. وهلا تفضلوا على الباص. الحقوني، يلا تفضلوا على الباص لو سمحت. شو وينك وامباك؟ طلعت بكير عندها شوية شغل. مو معقولة هالبنت شو كذابة، الله أعلم لمين طالعة. أنا بقص إيدي إذا رح أصير كاتبة مثل ما عم تقول. وليش خجلانة حماتي؟ قولي إنها طالعة لأمها، ما في داعي تلفي وتدوري. والله طلعتي ذكية وطلقتي على الطاير. أمي كتير طيبة شوربة الصويا، ذكريني آخذ طريقتها منك. خلص ما بقي بالعمر شي. كيف يعني ما بقي بالعمر؟ قصدك إني كبيرة؟ الكل بيفكرني بالعشرين. حاجتك بقى. لا تصدق ابني، وعلى فكرة أنت كذابة كمان. ليش هيك عم تقولي تيتي؟ لأن حضرتك أنت عم تكذبي وقت قلتي لي رح تلاقي عروس لعمك. إيه لسه ما لقيت عروس مناسبة. خلص انسي، الواضح إنه رح أموت قبل ما تلاقي له وحدة. الموضوع مثل ما بتعرفي مانو بهي السهولة، وخصوصاً لشاب مثل ابنك المسكين ما عنده مستقبل منوب. كيف ما عنده مستقبل؟ خلاص أمي لا تزعجي حالك، مو محرزة. ابني هلأ عم يشتغل بدوامين وعم يتعلم كيف يعمل بيتزا، يعني إن شاء الله بعد فترة رح يفتح أكبر مطعم بيتزا بالبلد كله، سمعتي؟ وبعدين أنا ما عم بطلب مواصفات صعبة بالعروس، بس على القليلة تكون ست بيت ونظيفية، تهتم بجوزها وتحترم حماتها، وما تكون كتير تحكي وتعصب على الطالعة والنازلة. شايفتك رجعتي تلفي وتدوري، قولي إنه ما بدك كنا مثلي. ما قلت لك عم تلقطي على الطاير؟ يلي بيسمعك بيقول إنه ما بيطلع صوتك. أنا بحق لي أحكي شو ما بدي. شو نسيانة مين بكون ومين بيكونوا أهلي يا بنت؟ صح كلامك. سوباك واضح إنه شغلك شغل كتير مريح، مو هيك؟ إيه كتير. بالنسبة لموضوع العروس تبعي، لا تقلق أنا عم دور لك. بيهمني شغلة واحدة وبس. بعرفها، المصاري مو؟ أنتي بتعرفي منيح أنا المصاري آخر همي، بس بصراحة وضعي هلأ كتير صعب، يعني إذا بتلاقي لي واحدة غنية بيكون منيح، ومو مهم إذا كانت حلوة أو لا. عم قلك فهمت، بس حتى حطك بالصورة، إذا كانت غنية أكيد رح تكون عجوز مهرهرة. أكيد مو لهالدرجة يعني. إيديك كلها فوق، زفقة واحدة. شو لوين رايحين؟ شو هالجنان هاد؟ هلأ منشوف. انتو التنتين خدوا غراضكن. زلوا يلا، انتو مستبعدين. هدول المواصلات. يا الله شو عملت انا؟ انتبهوا، لازم تضلوا منتبهين طول فترة المسابقة، مفهوم؟ وهلأ بقدم لكم المدير التنفيذي لمجموعة جي اي او السيد تشوي المحترم. تحية كبيرة لو سمحتوا. أهلا وسهلا، أنا أبو لسانجنام واسمي تشوي. زفوا زفوا. مبروك تأهلكم لمرحلة الاختبار وبتمنى لكم التوفيق. شروط المسابقة واضحة، واحدة منكم بس اللي رح تفوز بالأخير، واللي بتفوز رح تتزوج ابني سانجنام. وهلأ بدأ الاختبار. يا بنات الباص رح يمشي فورا. يا بنات يلا خلينا نزقف لنغير المود شوي، زقفة الكشافة بتعرفوها كلكن.